مرحبا بكم صغار، سوف نلعب مجددا لعبة نقل الأطفال إلى المدرسة لكي يدرسوا في المدرسة. إذا ننطلق، هاتي هي الحافلة. نذهب مباشرة إلى الأمام ثم نلف إلى اليسار. الفرامل هنا، يجب أن نتوقف قليلا. الأطفال على اليمين ينتظرون الحافلة، 3 أطفال. نتوقف هنا، هم الأطفال يركبون الحافلة، فتاة وولد شعر بني وفتاة شعر أشقر ومحفظة زرقاء. نذهب هنا، هذا هو المسار، يجب أن نلف هنا ثم نذهب. لا، أخطأنا المسار، يجب أن نرجع إلى الوراء، ليس هذا هو المسار الصحيح. نذهب في الاتجاه الآخر ثم على اليسار. يجب أن نتوقف ثم نذهب هنا. هل سوف نلف على اليمين؟ نعم، على اليمين، هذا هو المسار الصحيح. ثم على اليمين مجددا، يجب أن نتوخى الحذر. ننقل طفلان آخران، يركبوا معنا الحافلة، يركبون مع أصدقائهم. طفل وفتاة ركب الحافلة وجلس في المكان المخصص لهما. نذهب هنا مباشرة إلى الأمام، ننقلهم إلى المدرسة. يجب أن نتوقف، نرجع إلى الخلف. هنالك أطفال آخرون، يجب أن ننقلهم إلى المدرسة. يوجد طفل واحد هنا، سوف نتوقف هنا بقبعة حمراء، يرتدي قبعة حمراء. نلف هنا، نختصر المسافة. لا، يجب أن نلف على اليمين، على اليسار عفوا. نذهب مباشرة ثم على اليسار، نسرع قليلا ثم على اليمين. لا، ليس اليمين، أظن أننا أخطأنا الطريق مجددا، سوف نرجع. نرجع إلى الوراء هكذا، نسرع قليلا، الوقت يداهمنا، يجب أن نصل في الوقت المناسب. نسرع هنا مباشرة. هل على اليمين أم على اليسار؟ لا، ليس هذا هو الطريق، يجب أن نذهب من هنا هكذا. هاتي المدرسة تظهر على اليمين في الأعلى، المدرسة البيضاء. انظروا إلى المدرسة، الأطفال سعداء أنهم ذاهبون إلى المدرسة في الصباح الباكر. إذن وصلنا، هم الأطفال ينزلون من الحافلة. وشكرا لكم، لا تنسوا مشاهدة الحلقات المقبلة، إلى اللقاء. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that